جدول الأعمال وعن الحضور وما يدور في الأرواق. إليك داليا. الجميع يعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتح مؤتمر إعماري غزة، ويعني وسط حضور كبير من أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم، ومن أكثر أيضا من 20 منظمة إقليمية ودولية. أكد الرئيس اليوم في كلمته على ضرورة إنهاء الصراع وعلى ضرورة حفظ السلام، ولكي يعيش الشعب الفلسطيني في يعني سلام ورخاء، ويعم السلام بين الشعب الفلسطيني. أيضا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على أن المبادرة المصرية التي نجحت في وقف إطلاق النار في العدوان الأخير على غزة، هذه المبادرة تشكل المحور الرئيسي للتحرك المجتمع الدولي الدائم والمطلوب أو العاجل لضرورة إعادة إعمار قطاع غزة من جديد وإعادة تأهيله مرة أخرى. وقال أن هذا يأتي في خلال محورين رئيسيين، وهما يعني التهدئة الدائمة وأيضا السماح بالسلطة الفلسطينية أو يعني إعطاء السلطة الفلسطينية ممارسة صلاحيتها بشكل كامل في القطاع. ثم بعد ذلك ألقى الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني كلمة أشاد فيها بدور مصر في القضية الفلسطينية، وتحديدا في العدوان الأخير بدورها في وقف إطلاق النار، وأيضا باستضافتها لهذا المؤتمر ودعوة المجتمع الدولي لدعم وإعادة تأهيل قطاع غزة. قامت اليوم أيضا الحكومة الفلسطينية بعرض يعني احتياجاتها لإعادة إعمار القطاع مرة أخرى، يعني وعلى مدار يعني قدمت خطة للتعافي على مدار 5 سنوات القادمة، وقدرت هذه الاحتياجات بحوالي 6 مليار دولار. أيضا ستقوم الدول اليوم المشاركة بتقديم تعهدات مالية في نهاية المؤتمر للمبالغ يعني التي ستقدمها بدعم القطاع غزة، وستقوم أيضا بتقديم الجدول الزمني التي ستقوم بتقديم هذا الدعم للخسائر التي يعني إعادة إعمار الخسائر التي تسببها العدوان الإسرائيلي على غزة. هذا العدوان الذي يعني الجدير بالذكر أنه يعني قدر بخسائر بأكثر من 60 ألف يعني بيت أو بشكل جزئي أو بشكل كلي هدم بشكل كبير، ولأكثر أيضا من 180 مسجد قد هدم بسبب هذا العدوان. نحن الآن في انتظار مؤتمر الصحفي الذي سيعقده أمين العام الأمم المتحدة السيد بان كي مون في تمام الساعة 3:00، ثم بعد ذلك في نهاية المؤتمر في حوالي 8:00 سيعقد مؤتمر صحفي أخير للإعلان عن التعهدات المالية لكل دولة وللإعلان عن النتائج الأخيرة لهذا المؤتمر على مدار اليوم. نعم. إليك دعاء. داليا شكرا جزيلا لك على هذا الملخص وأيضا على جدول الأعمال الذي من المفترض أن يكون بإذن الله خلال هذا المؤتمر. على كافة الأحوال مشاهدينا الكرام، التغطية ما زالت متواصلة مع حضراتكم، التغطية هتكون على النهار اليوم، هنرجع تاني ومع ضيوف كرام آخرين نتحدث عن هذا المؤتمر الساعة 4:00 بإذن الله، هنرجع مع حضراتكم مرة تانية. لكن أيا كانت الفعاليات اللي موجودة داخل هذا المؤتمر، سواء بالنسبة للمؤتمر الصحفي اللي من المفترض أن يعقده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد قليل، كل فعاليات هذا المؤتمر هتبقى موجودة على الهواء مباشرة مع حضراتكم على النهار اليوم. وبالنسبة للأحاديث والتحليل هنرجع مرة أخرى، هكون معاكم بإذن الله إن ربنا أحيانا الساعة 4:00 عشان نتكلم أكتر عما يقوم به هذا المؤتمر وأيضا الخطط المستقبلية فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني. نكرر مرة أخرى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ذكر أن فلسطين أن هو بيطالب أن هو هيذهب على الأصح إلى مجلس الأمن، لأنه بيطالب أن فلسطين لابد أن تكون إقامة دولة فلسطينية، وإن لم ينجح مجلس الأمن ربما يتوجه إلى مسارات أخرى عديدة، لكن الشأن الفلسطيني لن يبقى كما هو في الوقت الحالي، لابد من أفعال أخرى حتى يتم إقامة الدولة الفلسطينية. شكرا لحضراتكم، نلتقي بإذن الله في 4:00 مساء مرة أخرى، وكل فعاليات هذا المؤتمر منقول على الهواء مباشرة على نهار اليوم. إلى اللقاء.